فضيلة الشيخ، ما هي صفة النوم ومدته المبطلة للوضوء؟ وهل من نام في مثل هذه المحاضرة وهو في مكانه جالس وينوي صلاة العشاء يبطل وضوءه ويلزمه إعادة الوضوء أم لا؟ النوم من الجالس لا ينقض الوضوء، النوم من الجالس غير المتكي لا ينقض الوضوء، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم من النوم، فيقومون ويصلون ولا يتوضؤون لأنهم جالسون. أما الإنسان المضطجع أو المتكي على شيء فهذا إذا نام ينتقض وضوءه. نعم.